بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. معانا احبائنا النهارده في لقاء جديد واسرتي هيكون في الكنيسه، وبنكمل نقطه في علاقتنا الزوجيه وفي حياتنا كازواج واصدقاء. اتفقنا ان الصداقه عنصر مهم جدا بين الزوجين، لكن النهاردة عايزين نحترس من نقطتين يعتبروا من معوقات الصداقة، ممكن يهد الصداقة اللي بين الزوجين وتبقى العلاقة منهم جافة ما فيهاش المودة بتاعت الصداقة. عارفين الأصدقاء دايما يتكلموا مع بعض بمودة وبلطف وبقلب مفتوح. فمن أهم أسباب يعني فشل وضياع الصداقة بين الزوجين عدم إجادة الحديث، ما بيتكلموش مع بعض كأصدقاء. الأصدقاء تكلموا ببساطة، بمرح، بنكتة، بكل واحد عنده حاجة حلوة عاوز يفرح التاني بيها، يخلي يعني نحب نسمع كلام بعض. ما يبقاش الصديق مش قابل كلمة من صديقه، لو انتقد يقول له خلاص بقى، طب احنا خلاص نسيب بعض. لا، الصداقة الروحية الجميلة والصداقة الناجحة ما فيهاش مشاجرة كتير، فيها تبادل الأفكار، فيها تبادل خاص. بنشوف أصدقاء يقعدوا مثلا مع بعض في مكان كده، يقعدوا يتكلموا في السياسة، وتلاقي الكلام مفتوح في الكورة، في الرياضة، في الدراسة، بيتكلموا مع بعض بطريقة مفتوحة جدا. هكذا يجب أن يكون الزوجين مستعدين للحوار المفتوح، ويجيدوا هذا النوع من الحوار المبني على صداقة فيهاش خوف وفيها وضوح. صحيح هما عندهم قرارات وعندهم انشغالات وعندهم امور لازم يرتبها مع بعض، وكل ده من خلال الصداقه ممكن يمشي بصوره افضل، لكن احنا بنتكلم على الصداقه الشخصيه اللي بينهم. كل واحد يبقى مستريح ان يفتح قلبه للاخر بدون حواجز، لكن لو النقطه دي مش موجوده ده بيخلي الصداقه بيننا تجف. الصداقه ايضا تتحمل الشكوى، لو شريك حياتي عنده شكوى وبيقولها لي لازم يكون قلبي مفتوح معاه. الصداقه كمان بتفرح بخفه الظل والتعبيرات اللطيفه اللي توجد ابتسامه بين الاثنين. الصداقه الحلوه بتخلي الزوجين يفتكروا مع بعض الروح اللي كانوا عايشين بيها في ايام الخطوبه، ويحاولوا يطبقوها في كل يوم من ايام حياتهم. صحيح بيتكلموا في الميزانية البيت، بيتكلموا في الاحتياجات، بيتكلموا في المدارس ومشاكلها، لكن ده ما يمنعش ان يكون ليهم ايضا يتعلموا كيف يكون بينهم روح الصداقة، زي الاحتفال بالمناسبات، احتفال بعيد الزواج، الاحتفال بعيد ميلاد. كل دي امور بتوجد مودة ويبقى القلب مفتوح. فنحترس من ان اسلوب الحوار بيننا دي. نقطة تانية خطيرة في تكون سبب فشل الصداقة بين الزوجين هي الانشغال بالصراعات. صراعات في اتخاذ الرأي، في اتخاذ القرار، أو أحيانا صراعات الأهل، أو كل طرف مع أهله بتدخل في الأسرة وتسبب قلق فيها وتهدمهم. الارتباط الزايد بالعمل ممكن يخلي فيه صراعات. الاختلاف الكبير على توجيه الولاد وعلى طريقة التعامل مع الأبناء ممكن يوجد نوع من الصراع في الأسرة. لازم كل الأمور دي نتعامل فيها بروح الصداقة والتفاهم أكثر. الخلاف على تدبير حياتنا المالية ممكن يوجد جفاف في علاقة الصداقة اللي بين الزوجين. محتاجين إننا نهتم بإن كل الأمور دي ما توصلناش لمرحلة الصدام أو الخصام. ثالث معوق خطير في علاقة الصداقة بين الزوجين هي الكلمات الجارحة. وللأسف الموضوع ده بيسبب آلام كثيرة في أسر كثيرة. يعني زي ما احنا عارفين الكلمة بتخرج من الفم، يعني بيشبهوها بمسمار بيتدق في خشبة، بيسبب جرح وبيسبب تشوه. ممكن نشيل المسمار، لكن أحيانا التشوه والجرح يبقى. ممكن الإنسان يعتذر عن الكلمة الجارحة، لكن يبقى الشعور المؤلم في قلب ومشاعر
شريكه في حياة يبقى ويستمر، فننتبه لإلا يكون كلمات الجرح تسبب لنا فقدان للعلاقة الصداقة. يعني مثلا المعرفة، لو واحد من شريك الحياة عارف شيء عن طفولة مثلا شريك حياته ويفكروا بيه، يكون شيء مؤلم ويفكروا بيه كلام جارح، ممكن ما يخش يعني كلام جارح مباشر، لكن في جرح للمشاعر الطرف الآخر. نهتم يا أحبائي، يوجد، يقول الكتاب المقدس كده في آية في سفر الأمثال إصحاح 12، يوجد من يهزر مثل طعن الصيف. طعن الصيف يعني هو كأنه بيهزر أو بيقول كلام مرح، لكن الكلام يبقى مثل طعن الصيف، كأنها طعن جرح في قلب الإنسان. ممكن طعن الصيف ده تعبير كبير جدا، ممكن يسبب يعني قتل. الصيف احنا عارفين صعب، لكن ننتبه لإلا يكون في كلمات جارحة بينا فتفشل علاقة الصداقة والمحبة بين الزوجين. فلنكن منتبهين لهذه المعوقات لألا نفقد روح المودة والصداقة. ولله المجد دائما أبديا، آمين.